وكتاباتك رائعة. تحية لها أنا يا شباب. الله يرضى عنك يا رب. طبعا ناخذ كذلك المشاركات. اعطيني المونتاج الثالث ثم المشاركات. نعم يا عيني قول يا سلطان. نعم اعطيني اتصالات يا طلع لي الرقم. تستاهل يا سلطان. طلع لنا الرقم. اعطيني المونتاج الثالث يا مخرجنا الجميل. الفريق اللي يعمل كذلك الاعداد وفريق التصوير والاخراج. اذا جاهز معاك مخرجنا الجميل. يلا يا حبيبي تفضل. أبطال ما شاء الله ناصر وأحبك أنت رجل حب أنت الحب الله السعد والله سعادة هلا أنت والله العظيم وجودك أقسم بالله يعطيني شعور أنا أحبك منور والبغاء يفيض بالكمال والبغاء الله الخير مكرمة وعز به ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا كذلك من الجمهور وهو من الأخت حسنة كذلك. طبعا احنا إذا في فقرة الأيام القادمة نستقبل كذلك المنتجات كذلك منتجاتكم الجميلة وعملكم الدؤوب. طبعا هذه ترى مبادرة من الجمهور. أنا ما يعني أحرص على أن تظهروا دائما بالصورة الجميلة النقية لأنكم مميزين أيها المتسابقون، فنريدكم دائما أن تظهروا بالفخامة والدلال. إذا معك اتصالات أعطيني إياها على ما نشوف التغريدات. خلود الله يرضى عنك تقول السلام عليكم مساء الخير أفضل فقرة في البرنامج. والله كلهم يستاهلون لكن أنا أقرأ ما تكتبون. أيلول بإذن الله المراكز الأولى كلها من نصيب. وين واللي ما هو موجود أنا ما أقول اسمه عشان يصيروا صحصح.